السلام عليكم. إذا بدكم طريقة صنع النقانق في البيت اكتبوا إلي تحت بالتعليقات. اليوم تعملكم خبز الفينو. الكيتو دايت هو سريع جدا. يلا على الوصفة. لوز 250 جرام، جبن، أي جبن متاح عندكم، مبشور 100 جرام جبن مبشور ناعم، ثوم بودرة معلقة صغيرة، الملح نص معلقة صغيرة أو حسب الذوق، صودا الخبز معلقة صغيرة أو معلقة كبيرة، بيكنج بودر، بيض عدد 2 كبار، لو كان صغير 3، لو كان كبير 2. نطحن المكونات جيد. نستخدم أي خلاط متاح عندنا. كل فترة والتانية بنقلب الخليط منشان هو ما في سوائل كتير، منشان يشتغل الخلاط. كل فترة والتانية بنقلب. مثل هيك لازم يكون أي خلاط تستخدمه بالطريقة اللي أنتوا بتحبوها، المهم يكون خليط مثل هيك يكون. الحجم والشكل هو اختياري، انتو اعملوا الشكل اللي انتو بتحبوه او الحجم المناسب لإلكم. انا بدي اعملهم 4 قطع بشكل فينو، ممكن نعمله للهمبرجر. بنلفه على الطاولة وهيك اصبح جاهز. بنخفق بيضة وبندهن وجه الخبز، نوضع السمسم أو التوابل، أي نوع توابل أنتو بتحبوها، وضعوا شو ما بدكم، الحبة السوداء شو ما بدكم. بنشغل الفرن من الأعلى والأسفل مسبقا 200 درجة مئوية. نوضع الخبز في الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة، يجب مراقبتها حسب نوع الفرن. اخبزوه زي ما بتخبزوا أي نوع خبز، نتركها حتى تبرد. أفرجيكوا كيف شكله من الداخل، هو كتير روعة وكتير مميز، سهل وبسيط. نفتحها الخبزة، هذا شكلها من الداخل، كتير هي روعة وكتير هي مميزة ومشبعة. كل واحدة فيها 25 جرام بروتين. إذا أنتم بدكم نصنع النقانق في البيت اكتبوا إلي تحت في التعليقات. خلينا نتذوقه. بصراحة طعمه كتير روعة، سهل وسريع مميز. أتمنى أن أنتم تجربوه في أمان الله.